يعني انت في لحظه بتشكي، لا اكون خبت، لا اكون مش لا ما خبتش، لا لا احنا كنا صيام، ولا كنت اعرف الجنس الاخر ده خالص. يعني ما اسهل انك تقولي كلام، بس هو في الحقيقه مش سهل. لا الحزن مش في القلب. انا مريم مذيعه، ومؤخرا دخلت شويه كده خطوات بسيطه في التمثيل. بحب البحر، بحب الموسيقى، بحب الشوبينج، بحب الاكل، يعني بحب الاكل، يعني برغم عندي مشاكل في معدتي بس بحب الاكل. بس هو البحر اكتر حاجه، يعني البحر اكتر حاجه بالنسبه لي بحبها. مريم في المدرسه كانت عامله ازاي؟ لا كنت موهوبه جدا، لا كنت شاطره بس مش اوائل، اللي هما اللي وراهم سنة دول. يعني شلتنا كانت شلة مميزة قوي، بس احنا كنا اللي هو زي بالظبط نوعية البقى، اللي هو احنا في كله، في الشقاوة تلاقي، في الفرح تلاقي، في الاستعراض والحفلات بتاعة المدرسة اول رقصات موجودين على طول، تمثيل. لا كان في حالة كده، يعني مدرستنا كانت كمان مدرسة بتنمي كل الحاجات، وبتنمي الناحية الإنسانية كمان. يعني مدرستنا ليها فضل كبير قوي على تكوين شخصياتنا، لأنه إحنا من زمان كنا بنروح نخدم الفقراء، ومن زمان كنا بنروح نسافر لهم معسكرات في المنيا وفي الصعيد نخدمهم. فكان عندنا بيخلقوا جواكي كده اللي هو حتى لو أنت المفروض أن أنت من في أحسن المدارس الموجودة في مصر، فأنت لازم بتشوفي ناس تانية وتخدمي. وأنا تعلمت الخدمة في المدرسة، أنا مدرستي اللي علمتني يعني إيه أخد بالي من الآخرين ومن غير ما يقصدوا. اعملي حاجة، اخدمي حد ما تعرفيهوش ومش لازم يعرف خالص خالص، وشوفي ربنا هيعمل لك إيه. يعني انا من وانا صغيره والمسج دي عندي، يعني بصراحه لا لا احنا كنا صيام، لا لا صيام مقدمين يعني، بس انا ما لا يتنمروا، تنمروا مين؟ لا احنا كان بيتعمل لنا حساب، احنا الصفين الاخرانيين كده، يا اللي قبله يا الاخير، اللي هم اللي دول عارفاهم دول، بس شاطرين مفيش سقوط مفيش. والنمر بتاعتنا احنا نفسنا بنتخض، احنا جبناها كده ازاي؟ ولا كنت اعرف الجنس الاخر ده خالص. مدرسه راهبات قفلت البيت علينا، اتعاملت مع الكائنات دي في الجامعه. مساله ان احنا في لحظه من اللحظات نبقى ضامنين بكره قوي، يعني نبقى بنتعامل معاه لانه مفيش حاجه هتحصل، كل حاجه هتبقى تمام طبعا باذن ربنا كل شيء يعني. بس انا اتحطيت في امتحان ما كنتش قده بجنيه. انا واحده بتخاف جدا تشوف حد بيتالم، ما كنتش بدخل مستشفيات، كل اصحابي عارفين كده، وعندي افراد في عيلتي كان دايما بيبقى فيه لوم لاهلي، يعني مريم كبرت، يعني ايه ما تجيش تزور، يعني ايه ما تجيش تعزي، يعني ايه ما تجيش. في حاجات كنت فعلا من جوايا ما بعرفش اعملها، بخاف، بخاف بجد يعني. بس لظروف ما كان عندي الله يرحمها خالة من خالاتي، وهي ما كانتش الأقرب، يعني كان عندي خالة أقرب منها رحلت برضو، بس خالتي دي كانت كبرت وولادها مش عايشين في مصر، وابتدت طبعا الشيخوخة بكل أشكالها وبكل حاجة. فكان بقالي في الأربع خمس سنين اللي فاتوا تقدري تقولي إن أنا اللي بودها أكتر حد، وسبيشل بعد ما مامتي وبابايا كمان جالهم كورونا، هم يا حبايبي تعبوا من كورونا جامد، فبقى اللود مش لود، هو بقيت أنا اللي حابة أكتر وخليك وأنا رايحة. هي جت في الآخر هي خلاص مش مستوع، يعني هي جالها الزهايمر، وفي وقت كانت بالقعدة معاها ممكن تعرفك، في وقت تاني لا ما تعرفكيش، بس هي كانت ملاك يعني، يعني هي كانت البركة اللي في حياتي بصراحة. وكنت بتعامل معاها بقى انها بنتي مش انها خالتي خالص، وهي اكبر من امي بحبة يعني، فهي ممكن تبقى في مقام جدتي يعني. بس كنت فعلا بحس ان انا اللي محتاجة الزيارة دي، انا اللي عايزة اروح لها، وانا اللي عايزة اقعد معاها، وانا اللي عايزة اطمن عليها. وانا ما فهمتش يعني، انا في حتة ما فهمتهاش. انا فاكرة في اخر شهر ده في مرة كده رحت لها بقولها ازيك يا طنط عاملة، قالت لي كفاية.
فانا قلت لها يا طنط يعني ده انا لسه جاي، انا بهزر بقى معاها، هي مش في العالم بتاعنا هي مش معانا. يا طنط ده انا لسه جايه، زهقتي مني كده على طول؟ وبفك الفويل اللي انا كنت، الاكل اللي انا كنت جايبه. قالت لي لا انا كفايه، انا اليوم ده يعني خدت كده حاجه ورجعت عند امي. قلت لها يا ماما الحقي. فماما سكتت كده شويه، قالت لي ما تركزيش. قلت لها يعني، قالت لي انت ما تركزيش. ورحت لها تاني ورحت لها تالت وبتاع. وبعدين في اسبوع احتفلت لها بعيد ميلادها مع البنت اللي كانت بتاخد بالها منها، عملت لها، جابت لها تورت. البنت هي اللي عملت الحقيقه مش انا كمان. يعني تخيلي من محبتها ان هي تبقى مركزه ان ده عيد ميلادها يعني. وطفينا الشمع وكل حاجه، وهي حبيبتي مش معانا. كنت باخد بقى معايا زي الاطفال كراريس الوان، نقعد نلون مع بعض. بحاول اشغل لها مخها، افتح الموبايل اقعد اوريها الصور كل مره وما بزهقش. يعني كل مره اقعد معاها القعده دي، ما اعرفش بجيب منين صبر. انا مش كده، ما اعرفش اكرر الحاجه كتير، ما اعرفش اكتب سكريبت واقول وعيد الكلام. انا بيطلع الكلام كده. تخيلي بقى انت كل مره ده مين، طب امين متجوز مين، طب مريم اخوها. اقعد بقى طول الوقت نتكلم كده. ففي اسبوع قبل ما هي تروح انا ما مش عارفه انا كان فيا ايه، وكان ربنا كان حميني برضو. ف هي مشيت بقى، راحت خلاص. و ابن خالتي كان كاتب على الفيسبوك، وانا كنت صاحيه في اليوم ده عشان اقول لمامتي يلا حضرتي لطنط الاكل ولا لا عشان اروح اغديها. ف انا لو كنت بتكلم في الموضوع دوت من شهر ما كنتش عارف اتكلم. بس كل اللي انا عايزه اقوله من القصه دي يعني انه لازم 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 نخلي بالنا من الكبار، وما نستهونش بالمشاعر ولا بال يعني. انا دايما كنت بقعد اقول لامي، عشان مامتي عيلتها اكبر من بابايا، يعني يا عيني بابايا عم واحد وبرده الله يرحمه، مامتي بقى كانت تيتا كانت ارنبه يعني، فكانت مخلفه كتير. فدايما كنت بقول لمامتي انا بعيد بقى، انا 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 صاينه نفسي وعامله حصانه على نفسي، ما بحضرش حاجه، فمستسهله الكلام. فاقول لها يا ماما لا هتلبسي اسود، خلاص يا ماما الحزن في القلب، انا مش عارفه الون. بتحايل على الموضوع، اجيب حاجه على الموضه كات نص، انا مش عارفه الون. ما كنتش متخيله ابدا. يعني ما اسهل انك تقولي كلام، بس هو في الحقيقه مش سهل. لا الحزن مش في القلب خالص. ولما ناس تفرق معاكي وحته منك كده بتروح، لا مش سهل. يعني الدولاب قدامي كل حاجه هي ايدي بتروح على الشمع عليها اسود، مش عارفه الون. يعني بتحايل على الموضوع شويه وانا نازله مثلا، اتفقنا البس ابيض مثلا البس كده، لكن في خروجاتي في ما بخرجش، مش قادره اخرج. حتى لما جت عندي سفريه سافرتها وكل الناس خدت بالها ان طب لوني، طب ما هما مش فاهمين وانا ما كتبتش. اكتشفت كمان ان انت ما بتعرفيش تكتبي، ما عرفتش اكتب، ما عرفتش اقول اصل هكتب عشان الناس تقول لي ايه، هكتب عشان الناس تقول لي الله يرحمها، هو الله يرحمها. بس انا ما عرفتش اقول اي حاجه خالص. مره طلعت لايف بالليل الساعه 2:30، عبيطه جدا بقى، عبيطه يعني. كنت في حفله، اول حفله اخرج، وانا راجعه حاسه ان انا عامله جريمه، واخويا هو اللي اصر هتنزلي معايا، يعني هتنزلي معايا. طلعت لايف يوميها الساعة 2:30 بالليل، اكتشفت ان كان في ناس كتير جدا صاحية وبتاع، وفجأة لقيت الناس كلها بتطمن والحمد لله. وده اللي انا بقوله النهاردة. تاني يوم ما فتحت لقيت الدايركت مسجز اللي جايالي، بسببك انا رايح لعمتي، بسببك انا رايح لامي، بسببك انا صالحت حماتي، بسببك انا اختي الكبيرة. وحياة ربنا، حلفان ربنا يحاسبني عليه، ان قلت طب كويس ان انا حماره في اللايف والحاجات دي، بلاص ما فيش اي حاجه خالص.
وكنت طالعه مش عشان اي حاجه، وما اعرفش اني كنت هعيط يعني، ما اعرفش اي حاجه يعني. فالحمد لله ان هي في الاخر طلعت بفايده يعني، الناس ودت حبايبها كلهم يعني وشافوها، فتمام ربنا يرحمها، وانا متاكده ان هي في احسن مكان يعني. انا خفت بقى فعلا، دي اللحظه اللي انا خفت فيها من بكره، لانه هي عندها اولاد، انا ما اتجوزتش وما خلفت، فخفت من بكره. مش الوحده، انا من الناس اللي بتحب تقعد مع نفسها او بتعرف تنجوي هير تايم عادي، بس خفت بقى ان انا، طب لو انا كبرت كده وما اتجوزتش، وده وارد انه يحصل عادي، طب انا مين هياخد باله مني يعني؟ يعني لو انا عايزه كوبايه ميه مين هيديهاني؟ لو عايزه اخد دواء طب مين؟ دي بقى حاجات ما جاتش في بال اللي خلفوني خالص طول السنين اللي فاتت. مش اترعبت بس فكرت فيها يعني، كل حاجه بتحصل هتحصل، انت مهما قعدتي تامني وتحطي ملهاش، بس بتيجي في بالك حاجات. وعلى فكره برضو راضيه جدا يعني، انا ما عنديش مشكله، بس تحسي انه طب ايه ده برضو من الحاجات اللي ما تتأمنش على فكرة، ما تعرفيش تعملي فيها حاجة، هتعيشيها يعني. يعني كل اللي اتمناها، مش عايزة اتمرمط بس انا ما اعرفش بكرة مستني ايه، بس مش عايزة اتعب، مش عايزة تصعب عليا نفسي يعني. انا ما بحبش احساس ان تصعب عليا نفسي، لان خد مني كتير وانا خلاص قفلته، مش هصعب على نفسي تاني، هبقى كده يعني، هتبقى راسي فوق، مش هقبل ابقى ضحيه، ومش هعيش في الاحساس ده، مش هيستنفذ مني كتير. انا في 2018 حقيقي كنت واخده قرار انه خلاص ماشي، مش هكمل، وكنت هنا في صراع داخلي كبير جدا، اللي هو انت فين يا رب؟ سايبني ليه؟ ليه انا قاعده في البيت؟ ليه انا بعمل ايه كذا؟ قعدت بقى كلام كتير يعني، وانا بتكلم مع ربنا انه ابويا يعني، انا بتكلم معاه انه هو ابويا فعلا، فبعاتبه عتاب البنت لابوها يعني، وخلاص ماشي انا دلوقتي همشي. ما هو كده في حاجه غلط، قولي امشي فين، اروح فين؟ ودايما بقول الاكزامبل اللي جه في دماغي وقتها، قلت له انا في ميدان دلوقتي، اخد اي اكزت من دول، كل اكزت بيودي في حته، في ان انا ممكن اهاجر، في ان انا ممكن اغير كارير، في ان انا ممكن اروح في حته تانية ما اعرفش لسه، في بقى خلاص انت واقفه في حته احباط مغرقاكي. ده كان كام؟ 18، وده كان بعد حفله كبيره جدا قدمتها، بس كانت مش بقى مذاعه وكده يعني، كان حاجه كبيره قدمتها، وكنت مروحه متضايقه انه انا ليه مش موجوده. خلاص وقاعده بقى مستنيه اي علامه كده بس هتيجي، هركب اني طياره. والله العظيم الكلام ده ما طلع لحد قبل كده خالص، ده بجد يعني. وتمام، وابتديت اتكلم مع اخواتي، ابتديت اتكلم مع اهلي، وابتديت اتكلم مع اختي اللي في امريكا انه هبتدي بقى ابيع، وابتديت امشي في حاجات. خلاص فجاه لقيت القرعه بتيجي يعني، انا ده كان اكتوبر 2018، فجأة جت القرعة، كلموني في 1 أو 2 2019، اللي هو انتي هتمشي، انتي مش هتمشي. اتحطيت في حاجات كتير، فهديت بقى يعني، عرفت ان دي يعني. انا فاكرة كويس قوي وانا ماشية من مينا هاوس يوم القرعة، كان المفروض ابات في الاوتيل، وانا زي العبيطة نسيت كل هدومي في البيت من كتر بقى ما كان فيه لخبطة وبتاع، فما فيش حاجة بات بيها يعني، معيش بيجامة، معيش اي حاجة يعني. فرحت لما شنطتي وخلاص، وبعدين تليفوني هنج يا بابايا ومامتي، وصلوا لي على الاوتيل تقريبا، لان التليفون من كميه الاتصالات ومن كميه المسجز ومن كميه كل حاجه، التليفون هنج، مش انا مش عارفه ارد على حد، مش لاحقه، مش عارفه، فكان لازم اروح. فانا زي البتاع كده رحت مروحه، فاتحه بتاع الروف ده اللي في العربيه، وفي دموع نازله كتير، بس دموع عن دموع تفرق، دموع الفرح دي خطيره يعني، ربنا يدوقها لكل الناس يعني. فانا عماله كده، ورحت جبت ماكدونالدز، انا فاكره كويس قوي، رحت جبت، انا ما اكلتش بقالي اسبوع، ما اكلتش بقى، فماشيه واحط البطاطس، اقول له طب كنت تقول لي يا رب،
قولي ان انت محضر لي المفاجاه دي واخد قطمه بالساندوتش. بس زعلانه منك انت ما فهمتنيش والله العظيم. طب سبتيني اتخانق معاك ليه كل الخناق ده؟ بس قعدت الف في شوارع، رحت كل مصر تقريبا. انا ماشيه من الاوتيل الساعه 2 او الساعه 3، انا قعدت الف لغايه الساعه 4 لوحدي في العربيه. بابايا ومامتي فاكرين ان انا بايته في الاوتيل، بس انا كنت حاسه ان انا محتاجه اشم الهوا ده، وعياط عياط عياط، ومش عارفه برضو انا عامله ايه. انا عارفه ان انا عملت كويس، بس ان الصحافه بكره وان انا ترند مش عارفه حاجه خلي بالك انا ما دقتش يعني ايه ترند لغايه اليوم ده. بسمع عنه بس ما كنتش دقته. وما احلاه لما يكون الترند من عند ربنا، ولا دفع فيه فلوس ولا فيه واسطه ولا اشتريته ولا اي حاجه خالص. ده ترند رباني في ايفنت في كوره، يعني الكوره دي ملهاش ضره، فانا ما اعرفش. وترند اسبوع، يعني هو لما بيصرف لك الترند كمان لا كرم ما حصلش. يعني يوم عمري ما هنساه، يوم رجعني ليا انا من اول وجديد، رجعني قدام نفسي. لان انت في لحظه بتشكي لاكون خبت لاكون مش لا ما خبتش 100%. ضميري الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله انا راضيه عن ضميري، مستريح، وانا شغاله على نفسي كمان. انا بطور في نفسي وفي حاجات كتير النهارده بكتشف ان انا كنت كويسه فيها وانا ما كنتش كويسه فيها، وكنت فاكره اني شاطره فيها وانا مش شاطره فيها، وكنت فاكره اني قويه فيها وانا مش قويه فيها. فعلا الفتره بتاعت في 8 سنين عندي، الثمانية دول اعتقد دول يعني مرحله تشكيل من اول وجديد بالنسبه لي. انا حاسه نفسي ان انا في حاجات كتير جدا ردود افعالي مش بتاعتي، يعني دي مش مريم بتاعت من 10 سنين فاتت. قراراتي ازاي يعني ازاي بستوعب المشكله وادور على حلها. فانا بحمد ربنا على كل حاجه مريت بيها، وسبيشلي في الثمان سنين دول على كل كسره مريت بيها، وعلى كل ظلم مريت بيه، وعلى كل حاجة اتعملت فيا واتعملت معايا، علشان لولا دي انا ما كنتش هعرف قيمة نفسي، ومش ما كنتش هعرف قوتي فين وضعفي فين. لانه ما اسهل انك تقولي على حاجات انت مش عايزاها ومش هتضيف لك، وما اصعب انك تفضلي محتفظة بكيانك وبعلاقتك بربنا وبعلاقتك باخلاقك وبعلاقتك بمبادئك. انا ده بالنسبة لي مهم جدا. انا بحبك وشكرا بجد، نورتينا بجد يا مريم، شكرا بجد. ربنا يخليك يا روحي، ميرسي لكم جميعا والله العظيم، تعبتكم.